بسم الله الرحمن الرحيم. أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. بيان صادر عن كتيبة الفاروق في محافظة درعا منطقة الأجار. قامت كتيبة الفاروق بقيادة ديانة المناسب أول عبد الحميد قدور بالتعاون مع بعض كتائب الجيش الحر في الأجار بتصدي الحملة العسكرية الشرسة على المنطقة بتاريخ 15 و17/9/2012. وتم وبعون الله تعالى التصدي لكتائب الأسد المجرم وتكبيره وخسائر فادحة بالعداد والأرواح رغم القصف المدفعي العنيف والطيران المروحي للمنطقة، وقد خلف دمارا شاملا على المنطقة ومجازر في صفوف مدنيين. ونعلن منطقة اللجاء منطقة مكبوبة، ونعد العصابات الأسدية بالمفاجآت في الأيام القادمة بعون الله تعالى. عاش السورية حرة بيه والرحمة لشهدائنا.